الصبح مثل ما قلت لك يعني بأمن على وفيها، بنظفها لحد بنظف لها محفوظات، بنظف لها جسمها، بحممها، بغير لها وعيها كله، بحلق دقنها وبحممها وبغير لها وعي، ما بيتحمم إلا معي، ما بياكل إلا معي. ساعدوني بالولا، أمن لهم حاجاتهم، عالجهم، أحرق قلبي عليهم، بدي أقدم لهم شيء، ما بيطلع بإيدي أقدم لهم شيء. يعني الوضع بما إنه يعني ما عم نحسن أن توفر لهم شيء وأقدم لهم شيء، مشان هيك بطمع للسفرة، يكون السفرة فيها أحسن إن شاء الله وأضمن إلي ولعيلتي يعني للولدين خاصة. صعب تمشيهم بكرسي بالشوارع، ما يعني ما بيساعدك الشارع إن تمشيهم، يعني صعب. بكثير بقدرها يعني هذا اللي عم يساوي، يعني دول أبطال يعني. Thank you.